تستاهلين الدلع والله، وبعض الاحيان انزين تستاهلي حد يدفنش بالارض وانت حيه. ليش عيوني؟ احنا في عصر الجاهليه ولا في عصر الجاهليه؟ ايش عندش يا سلامه بنت كعب؟ انت ليش حمقان؟ ليش معصب؟ انا شفتك فاتح المحل، قلت اروح اسلم عليك واطمن عليك. يا سلام، ايش هذا التفلسف اليوم يا سلامه؟ لا لا لا، انا ماني متفلسفه، انا اصلا عايشه فيها الحياه ولازم اراعي ظروفها وامورها واصير فوق، ومره اصير تحت. يا سلام يا سلام يا سلامه، انت اليوم فلته. انا فلته؟ اي شكرا شكرا يا حبيبي، انا فلته وناسه. يحبني الزوج وانا غنيه، ويحبني الجار وانا سخيه. ودي اموت وانا قويه. قالوا هلا وليد. يا
سلام يا سلام يا سلام، مخابراتك انت اليوم قوية صراحة. لا 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 لا، عفو عليك، انا لا عندي مخابرات ولا شيء، انا مجرد قاعدة اتعلم من الحياة، ما عندي هذه الامور، ما تمشي عندي. عيب اصلا يا سلام. انزين سمعيني يا سلامة، اليوم انا كان عندي صفقة وفيها ريالات حلوة. واي سالم انا فرحانه حقك وايد، يا عيني ما ادبجيك يا بعد هلي وطوايفي. يا الله وحلوين ورقصوا بيدي. شنو البيزات؟ اكيد طاوع على القصه بايدك وناسه، ممكن اشوفهم؟ انا اشوف البيزات وانا اشوف بيزات. سلامة سالم، اما هذا صحيح انها سنقيه. نعم انها سنقيه، لازم تبغى تعرف كل شيء، وإذا ما عرفت الله يعلم ايش يصيبها. حياكم حياكم، تفضل. نعم. لو تسمحي لي اسم الولد. هاني ولدي. يتربى في عزش، بس انتي ما قلتي لي، ما قالش اني انا احتفظ باولاد غيري. كل الناس منحوش، وسمعت عني شكل خير وانيش تساعدي كل الناس. مشكوره، بس هاني تعتبريه مشكلة بالنسبة لش؟ هذا ولدش ظناش؟ لا لا، بس هو في السفر، ومثل ما قلت لش اني انا بغي اسافر لمدة 15 يوم، وباخذ تمرين بس معكم في هذه الفترة، هذا اذا ما عليش كلافة. نشوف الموضوع. سالم روح نادي سعيد خالك. ان شاء الله. خالي أنا سالم. إيش تبغي؟ أمي اللي هي أختك تريدك. يا من تورط، أقول لك شياب هاي تجيني هني. يا أم هاني، أنا بصراحة ما أقدر أرد عليك الحين، بكرة إن شاء الله أتصل فيش وأقول لك إذا كنت أقدر أخلي عندي ولا لا. أنا عند وعدي، مصاريف المدة بعطيك إياها، وأول ما أرجع من السفر بأخذه من عندكم، وبكون ممنونة لك يا سلمان. اطمني يا أم هاني، بعطيش إن شاء الله الجواب باكر. حياكم الله. ما صدقت يا سلمى؟ تبين تبيه هالولد عنده في البيت؟ هذه قنبلة قنبلة موقوتة. كل شيء بثمنه يا اخوي يا سعيد، بعدين لازم اساعد اتحمل علشان هذول الناس وقفوا معاي، ارد لهم الجميل. عدل كلامك، بس هذا يبال بروحه ميزانيه، ونحن على قدنا، ما عندنا فلوس يا حرمه، حرام عليك. حتى لو صار اللي تقول عليه، الحرمه قالت لي ما يهمش، طلبي اللي تريدي من الفلوس، ميزانيه مفتوحه. ما سمعت رايك يا ولدي؟ انا ما اعرف ايش اقول لك. ما ودي اسمع رايك. اظن ان جونيتين عيش وجونيه طحين ما تسدوا حشي جازوره. فهموني، كل واحد يقول راي يخوف بصراحه. ليش يعني؟ ليش؟ ايش المشكله؟
ماشي مشكلة، ماشي مشكلة، بارك الله فيك. في بيتنا ثلاثة غرف والمجلس، هين بين خمد؟ ينام في حجرتك. حجرتي؟ ايش فيها؟ ترى هلا 15 يوم وتنقضي. تنقضي؟ أخاف يقضي علينا نحن هذا المتين. يا فتاح يا رزاق يا كريم، أصبحنا وأصبح الملك لله. حي الله بأم هاني، مرحبا بك. أهلا فيش، مشكورة، وتفضلي، هذه مصاريف الولد. ما يحتاج يا أم هاني. هذا حقك يا سلمى وتستاهلي. الله يسلمك، مشكورة. عندي لك ساعات عجيبة وغريبة، ماركتهم أول مرة تنزل بالسوق. لا يكون هذه الساعات تقليد، يجي التفتيش ويورطنا. لا 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 لا، هذه ماركات عالمية مشهورة. كم تبيعهم يا سالم؟ حالك انت بمية وخمسين ريال. ايش مية وخمسين ريال؟ بمية ريال بتبيع؟ عدل السعر شوية يا ابو خالد، عدل السعر، ما يصير. كيف عدل السعر؟ مية ريال زين. ولا يهمك، ولا يهمك ابو خالد، هات 100 ريال والبقية اقساط. ما ينفع يا سالم، ما ينفع. زين اقول لك شيء، 120 ريال، اكثر من كذا ما اقدر ازيد. خلاص ولا يهمك، اتفقنا 120 ريال ابو خالد. نحن ايش؟ نحن بعيدين عن الاقتصاد ابو علي، الاقتصاد بعيد عنا، نحن حياتنا كذاك، نتعايش بالاقتصاد حبيبي. ما تقصر يا سالم. يا سلمى، هالولد ما داش مزاجي، ووجوده بعد في البيت ما داش مزاجي اكثر واكثر. ترى الولد هذا مسؤوليه كبيره ومشكله صعبه وما لها حل. بنحلها يا سعيد، لا تستعجل. موضوع الولد صار له ساعتين من وصل، واذا سوى مشكله بنحلها، واذا مزاجك مو شيء بنصلحه. انت خلي مزاجي على صوب. انت ايش دراك شقد ياكل، وبعدين شقد مزاجه، شقد طبائعه هالولد. يعني هي مشكله؟ هو ادمي في بطنه معده واحده، في راسه مخ واحد. بعدين ما عليك من حجمه يا اخوي، ما عليك من حجمه، هو مسكين يعني صغير في العمر. يعني انا تشوفيني قدامك ما اعرف ان هذا ادمي؟ عنده عينين، عنده خشم واحد، عنده ريلين، عنده ايد. أنا مالي شغل في هالأمور. أنا أقول لك يا أختي العزيزة بارك الله فيك، أكيد أنت ما دخلتي لا مخه ولا دخلتي في معدته. اطمن يا سعيد. من هذه الناحية اطمن. الغداء ما بيتغدى. قولي ليش؟ ليش؟ لأني أنا حطيت له صحن مكسرات مليانة دهون، ولفها لف ما قصر، يعني ما بقى ولا حبة في الصحن. أنا ما أقول إلا الله ينقذنا من هالمشكلة المجهولة هذه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو هذا؟ شربة ما خلاني شربة الولد. أمس أنا وأختي سلمى سعرين السوق ويايبين الأغراض تارسين الثلاجة عدل، الحين ماشي. لا هذا بس بالثلاجة، حسبي الله على الولد، ما يعجبني. لا هو لا حتى أختي. اسوي تاخذ اسوي ماشي، بس كسر الطبق شويه لك الماء شويه، بس الطبق شويه. اكيد ما بقيت لي ولا غدا في الثلاجه. ترى امك سلمى قافله علي المطبخ، ما قليلك البرد. ما تخلي
ما عليك خطوة، ما عليك خطوة، قد اسمك هذا اللي الايرباك مثل الايرباك بالطرطة. احسن اروح، اروح اكل المطعم منه قبل ان يفش بطني. شو مذاكرة؟ شو بلقل حسبي الله عليك، شو ما منك فوق بدل ما تطلع حق سلامة تطلع لي أنا تزيغني. عمي سعيد أنا أسدل لك رطب. ارطب أحل، مو موسم الرطب، موسم الخلال والبسر. ما يعجبني. تغدينا بس ما شبعني، حتى ورج دياي ما حصلنا. أقول لك أنت كم دياي طبختي؟ دقيقتين. والخير امي انا جوعان صراحه، جوعان. باغي فواكه. ها يبغى بعد فواكه، اعطيه وخلينا لحم بنيوع. سعيد ما يصير يا اخوي، وسع الصدر شويه. انتو خلوكم قاعدين. ايش تبى بابا فواكه؟ تبى التفاح؟ اقصر لك تفاحه اربع شطفات؟ لا، أريد أربع رمانات وأربع تفاحات وأربع برتقالات. حشم كم سلندر؟ هذا حمامة، هذا خلاطة، هذا سويت بعد الغداء. صح، سويت مثل ما تقول. هذا عسوي، هذا ما خلى شيء، كل شيء كلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما خليت شيء في الثلاجة. أمس كانت متروس الثلاجة، إيش سويت فيها على أبو كليتها كلها؟ حسبي الله عليك والولد، بشتيه التفاحة كلها، ما محصلها؟ أنا يعجبني أكل، وأنا ما يعجبني. آه لو الخطر أسطوري والله يا شخص، عادي خليها تحرق وتحرق. آخ من قلبي، آخ من قلبي. ها ولد أختي أشوفك جالس. اسمع، والله ما عندي أي مشكلة غير مشكلة واحدة، الولد هذا المتين ما خلى شيء في البيت. أكل الطحين، أكل الملح، أكل اللحم الني، أكل اللحم المطبوخ، أكل دياية، أكل ديك، ما خلى شيء. البيض يا ريال يأكل. يا أحمد حشي مصروه كل كامل. هذا ناقل. بس أقول لك أنا خالي. نعم، ما تظن اللي جاب لنا إياه عدو؟ اي نعم عدو. عيل هذين يسافرون ويخلون هذا الولد هالمتن عند سلمى. حسبي الله عليهم، لو هم خذوه كان قيمة الأكل هذا اللي كلاه أكثر من قيمة التذاكر. خالي أنا أسأل سؤال واحد، هو عدو ولا لا؟ عدو. نعم عدو من الدرجة الأولى، ولا هو خرب اقتصادنا، اقتصاد بيتنا. اللي ياكله في يوم، نحن كنا ناكله في اسبوع. حسبي الله عليه، حتى الشعير كلام. هو الحل معاه يا خال، هذا هلكنا. اخ بس اخ، هاي امك اللي جابت لنا هاي المشكله، ولا نحن وين وهذا وين؟ أبو مسلمة ما يتبشى، والعمامة صورية راس ما له حالة، من 300 ربي يا دل أبو سلامة. أنت سلامة، أصب لك قهوة؟ ما أبغى قهوتك. أحسن، أبو مسلمة يتبشى. خير إن شاء الله، مو عندك من الأخبار الجديدة إن شاء الله؟ أنا أقول قهوتك مليانة ناس. أبوي لو ما انحسد ما مات أحد. إي بس أنا مو حسودة. قد مو معنى كلامي صدق، والله قربتك من زينب قلي زباين. ها طالع المليون مش ذا يعني حسدت مقحر؟ لا انا لا حسد ولا شيء، انا جايتك ببزنس. تعرف شنو بزنس؟ عمل. مو يعني بزنس ذا، مو من البزنس اللي بيني وبينك. ما بيني وبينك بزنس، بس انا بسوي عندك بزنس. ابيك تحط لي اعلان على القهوه. عنوان مالي سنتو، تلفوني سنتو، مو انت مجنونه؟ جنت الحال مجموعه؟ لا انا ما جنيت ولا شيء، انا بغيت اشتغل على حسابي.
علشان اضارب سلمة، والبزنس معاك حلو لو حطيت لي الاعلان على قهوتك. اسمعي قدس لا نهلك الكلام اللي ما يسلش ولا يجيبش بتلحلال. انا الكلام اللي كذب هذا وايد سمعته زين، ومشي عند سلمة. سوي معها اتحاد ما معي انا، ما باتحاد مع سلمة، ابي مع روحي. حلو حلو والله سلمى بنت جوهر. اي يا بشغله بعد ما ادري اطق الجرس. لا 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 اطق الباب، لا مو الباب، لا لا اطق الجرس، اخاف اطق الجرس ولا الباب سلمى ما تبطل الباب. لا اذا يا يعني إذا طقيت الجرس ولا الباب أخاف سلمى ما أدري عنها. والله سلمى يمكن 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 تبطل الباب. ها شو أسوي؟ لا أعد للعشرين وأطق الباب، شو أسوي؟ خمسة عشرة خمسة عشر عشرين. أختي سلمى أنا جاية بس خجلانة منك، بس أخوي بو معيوف قال لي لا روحي حق سلمى، سلمى إيه اللي تدبر لي الشغل. تكفين دبري لي شغله مني ولا مني. وبعدين قال لي ما عارفها وايد. والله يا ريت لو اقدر اساعدك يا سلامه في هذه السالفه، لان الخدمات صارت قليله هذه الايام. لكنش ما دام وصلتي عندي البيت ما يصير خاطرش الا الطيب. صج اعطيني وجهك بعد عمري وهي على عيني ما تبكيش يا الغاليه. صج بنت خير وتحبين الخير لكل الناس. برايش انتي يا ريت لو تحبي انت الخير للجميع. انا انت الود ودش تدوسي الناس تحت رجولش، لكن ما دام انش وصلتي عندي البيت خلاص ما يصير خاطرش الا الطيب. يا بعد عمري اعطيني ايدي شبوسها. لا لا ابوس راسش. هلا هلا حبيبتي، هلا يا بعد طوايفي كلهم. انا وين؟ انا بسوق الخضره. افا عليك انت يا العزيزه الغاليه تامرين امر. صوبي صوبي كل شيء حبيبتي، سوق خضره وانت عارفه، في برتقال في رمان في موز في تفاح في يح، اذا تبين يح بعد موجود يا بعد طوايفي. حاضر حاضر يا نظر عيني حاضر. ايه ان شاء الله بيدلش معاي اللي تامرين عليه. مع السلامة مع السلامة يا العزيزة الغالية. اجذب اموت عالجد اموت اتشير بدمي انا. يا سلو حبيبتي انتي ليلة بسم الله علي ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا كله افا عليك يا سلو، هذا حطه بعيون الثنتين، هذا حسب الظنايا بعد عمري انتي تامرين امر. عارفش يا سلامة ما تقصري كلش خير وبركة. هذه الفلوس ما 13 يوم الباقيات. أنا اتصلت في أمه وقالت لي لما ترجع تعطيش باقي الفلوس. يا بعد عمري يا سلوم ما يصير خاطرك إلا طيب. أفا عليك هذا أمانة، أمانة بركبتي وحطة بعيون الثنتين. أنتي أمري وأنا أنفذ. عند اختك عند اختك ابو عليك. وياي